السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من الامانيه. وحشتونا اخر مره كنا مع حضراتكم، كان يوم الجمعه اللي فاتت على الهواء مباشره. يومنا النهارده يوم الاثنين كالعاده، اول اسبوع في الهواء بنعمل اكله سمك ونحاول نشوف اكلات السمك ونلعب مع بعض. ولكن انا غيرت النهارده الموضوع من اوله لاخره، لان امبارح طبعا كنا في اسكندريه على البحر وفي قلب الميه فعملنا سمك. قبلها بيوم كان نفس الموضوع، كنا في مطعم وعملنا سمك. قبلها بيوم كان عندنا ضيوف من بورسعيد فعملوا سمك. فمش صح ان انا اجي النهارده يوم الاثنين اعمل لكم سمك، كده كتير قوي. طيب عملت ايه النهارده او هتعمل ايه النهارده؟ والله جاي النهارده معايا طبقين ثلاثه هم تراس. شفت كلمه تراس دي؟ حاجه كده عاليه شويه. الطبق اللي هعمله ده او الطبقين اللي هعملهم النهارده دول هم زي الاهرامات في مصر كده. اي حد بره مصر بيجي مصر لازم ياكل كشري. الكشري ده موضوع كبير، فانا هعمل النهارده لحضراتكم طبق كشري مصري من اوله لاخره بالتفاصيل اللي اي حد يخش يعملها في المطبخ. ده رقم واحد. رقم اتنين، عندي نوع كشري تاني، كشري الاسكندراني بالبيض البلدي المتدحرج. ادي كده اتنين. الطبق التالت هو طبيعي ان انت لازم تاكل بعد الكشري المصري يعني علبه رز بلبن صغيره قوي او كوبايه صغيره جدا. ده اللي هعمله مع حضراتكم. الموضوع ما فيهوش اي صعوبه خالص. الكشري هو يعني غني بكل مقاديره، مش محتاج الواحد يجود او يقعد يتكلم على المقادير كتير، ولكن اهم حاجه كل حاجه تتعمل صح ومظبوط. ده حلقه النهارده ان شاء الله مع حضراتكم. رقم واحد الكشري المصري من اوله لاخره، وكمان الكشري الاسكندراني من اوله لاخره بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية مع الامهنيه. طيب قبل الفاصل كنت بتكلم معاكم النهارده على اكله جميله جدا، وكلمت عليها بشكل صريح جدا. اي حد في الدنيا عايز ياكل كشري يروح لبلده مصر. الكشري في مصر ما هوش بس اكل، الكشري في مصر ذكريات لاي حد فينا. عارف اول مكان الكشري كلوا امتى واكلوا ازاي وكلوا فين؟ انا هكلم معاكم النهارده اكتر ما هشتغل، لان الكشري ده يعني من اهم الاكلات اللي اي حد فينا بيعشقها. انا بحمر الاول حبه شعريه عشان ما نتوش من بعض، وهنزل عليهم بحبه الرز بتوعي. انا شغال واحده واحده مع حضراتكم، هعمل الكشري من اوله لاخره. هعمل الرز بتاعي بالعدس والشعريه، ده رقم واحد، وهنشوف ايه اللي هيحصل. هنزل بكوبايه الرز بتاعتي وهقلب وانا شغال مع حضراتكم. طيب هرجع تاني لموضوع الكشري. الكشري ده هو الطبق الوحيد اللي اتاكل في كل انواعه. اتاكل في كيس، وتاكل في سيراميك، وتاكل في ألمونيوم، وتاكل في بلاستيك. الطبق الوحيد اللي تاكل في الشارع، وتاكل في البيت، وتاكل في محلات عامة، وتاكل كمان في عربيات. الطبق الوحيد اللي ممكن يخش في العيش ويطلع من العيش يخش على الكيس، ومن الكيس على الطبق. الطبق الوحيد اللي مفيش حد في العالم ما بينزلش مصر غير ما ياكله، هو ده الكشري. الكشري غني بكل مقاديره، كل النشويات وكل البقوليات اللي موجودة، هي كفايده صحيه قويه جدا. واحنا دايما بناكل طبق الكشري في النص مش عارفين ايه اللي جوه. مؤخرا ناس كتير جدا عملت في موضوع الكشري ده حكايات. قال لك كشري باللحمه، وكشري باللحمه المفرومه، وكشري بالسجق، وكشري مش عارف بالمكرونه، والمكرونه باللحمه، وطاجن الكشري، والموضوع كبر. فالمقصود من الكشري ان هو طبق قوي جدا. ما يحلاش الكشري غير بحاجتين ثلاثه جنبه. رقم واحد الدقه، هنعملها مع حضراتكم النهارده من اولها لاخرها. رقم اتنين والاهم الشطه المحمره اللي هي تبقى في الازازه برضو، الكوبايتين هنشوفهم مع الازازتين الموجودين. والاهم ده كله الليمونه، والاهم من الليمونه هي البصلايه. البصلايه لو اتحمرت غلط بتمرر طبق الكشري كله، ما بقاش ليه طعم. ولو اتعملت صح بتخلي طبق الكشري يتاكل اكتر بالبصلايه. عشان نبقى واضحين مع حضراتكم، كل حاجه وليها حاجه. طيب انا هنا بسخن الرز بتاعي وبلعب معاه لعبه كويسه جدا. شوحت الاول حبه العدس والرز نزلته، وهنزل معاه بصلايه مش باينه. البصلايه وظيفتها عندي تديني نفس وطعم، هو ده المطلوب، ان انا العب الحاجه تكون ليها طعم كويس جدا. هجيب عندي مكعبين زبده ثانيين غير اللي حطيتهم او اللي حطيت زيت على الشعريه، عايز ادلعها كويس جدا وعايز طعم الامور. طبق الكشري اساسياته زي ما احنا شايفين حبه شعريه صغيرين جدا، حبه الرز. يعني نقول مثلا خلينا نتكلم بمعيار كوبايه الرز قدامها ربع كوبايه او اقل من ربع كوبايه من الشعريه المحمصه او اللي هي واخده اللون الجولد، وقدامها كمان ربع كوبايه من العدس بجبه اللي منقوع ومسلوق. طب واحده واحده عليا
العدس بياخد وقت في استاني قد ايه؟ نقول مثلا ساعه ربع نص ساعه على نار هاديه. هنجيب 3 4 كوبايات ميه ونحط لهم بصلايه على 4، حلو الكلام، وفص ثوم كامل وربع معلقه كمون. تاني مع حضراتكم هجيب عندي كوبايتين 3 ميه زي كده، بص يا شباب كده معلش، ميه عاديه سخنه، واحط عندي بصلايه متقطعه على 4 عشان ممكن اشيلها في اي وقت، حلو الكلام. واجيب عندي كوبايتين العدس بجبه او كوبايه العدس بجبه وربع معلقه كمون صغيره جدا وفصين ثوم. انا بعمل ريحه وتست من اول الاكل لاخرها، هو ده الاساسيات. كل حاجه في الكشري ليها معنى، كل معنى ليه موضوع وطريقه طبخ. زي الرز، الرز ليه اساسياته اللي هي الشعريه وهيخش معاه العدس ويخش معاه كمان الرز الاساسي. لو حطينا كله مع بعضه هيبوظ. ليه؟ تسويه العدس غير تسويه الشعريه، غير لون الرز وطعمه وتسويته. كل حاجه من دول سبحان الله ربنا مدهنا ليها طعم وتسويته. انا كده شوحت كويس جدا الرز بتاعي. الطبيعي اول ما بشوح الرز وراح جايب عندي حبه ملح وابدا اتبل كويس جدا الرز بتاعي زي اي حد في الدنيا. اتبل كويس قوي الملح بالملح بتاعي، عايز علبه تكون مفتوحه، ماشي كده، حبه ملح اهو كده، واقلب كويس جدا اهو بالشكل دوت. شوحنا كويس، انا سالق كويس قوي العدس بجبه، هنزله كمان يتشوح مع الزبده اهو. بص قد ايه شفيق كده، نسبه وتناسب، نقول كوبايه رز قدامها ربعين، ربع شعريه وربع عدس بجبه، ونزود براحتنا. كده كده الرز هيبدا يشتغل معايا وهيبدا يعني ياخد تسويته لما المرقه تنزل عليه. معيارنا كالعاده عارفين، ومفيش حاجه نتكلم زي قالب ب مطبخ. ادي كوبايه الرز اللي حطيناها، هعمل كده، ادي كوبايه كامله، وكمان هحط لها ربع للعدس بجبه يكمل تسويته، وكمان الشعريه تكمل تسويته. ادي كده واحده بسم الله، وادي كمان بتوع الشعريه والعدس. هعمل كده وابدا هعمل كده واحده واحده كده، اهدي النار عليهم وهحط لهم عندي كمان حبه الكمون على الوش كده مع الملح اللي حطيناه، وهدي النار وسيب الرز يستوي وياخد وقته. ده اول حاجه. طيب هرجع تاني، عندي نص كيس مكرونه مسلوقه، اي مكرونه بحبها، اي مكرونه تانيه سباكيتي برضو بحبها. جايب عندي 3 بصلات ومقطعهم جوليان التقطيع الخفيف اللي كنا عارفينها. بعد التقطيعه قمت بديهم حبه ملح ومبدرهم بدقيق ومحمرهم، حط لهم معايا باللون اللي حضراتكم شايفينه. طيب وانا شغال عايز ابدا في الصلصه بتاعتي. الصلصه بتاعتي هي من اهم حاجه في طبق الكشري. ناس كتير ممكن تختلف وتتفق على فكره الصلصه بتتعمل بالليه، ودي وجهه نظر. وفي ناس تانية تقول لك انا بحب اعملها بالسمنه البلدي، وفي ناس تعملها بالزيت زي ما بعملها بالزيت، بس هديها خل. ازاي؟ هنشوف مع حضراتكم. اهم شيء في الصلصه ان الزيت بتاعها يكون سخن عادي جدا، وكمان عندي البصلايه بتاعتي تتشوح كويس قوي ما تتلسعش مني. ليه؟ عشان ما تبقاش حاميه اهو. بص كده، وادي التوم بتاعي، معلقه توم كبيره، وارفع من على النار معايا يا شفيق اهو، بصلايه على زيت سخن. بص كده يا شفيق اهو، ها باينه معاك. هاخد منها نصها واحطها عندي هنا كده، دي هعمل بيها الكشري الاسكندراني. هنشوف بيتعمل ازاي دلوقتي. انا شغال، البصلايه بدات تتقدح، وهنا نفس الكلام، دي بتاعت الكشري بتاعي. وانا شغال كده هرفعها من على النار، هجيب عندي معلقه كمون ومعلقه تانية خالص اقلب بيها. عايز اخلي الكمون مع البصلايه مع الثوم متشوحين شويه واخليهم يهدوا. هاجي تاني هنا صلصه الطماطم، بقت البصلايه صغيره جدا مع فص الثوم، وهنا الموضوع شكله باين قوي ان هي ما اتحرقتش. لو انا عايز احرقها كنت هلسعها واخليها تبقى معايا محروقه شويه. طب ليه مش عايز تحرقها؟ عشان خاطر مش عايز يبقى فيه حموه. في ناس تحط معلقه سكر على فكره جواها، ده وارد. ليه؟ يقول لك بكسر شويه فكره تسويه الرز، الصلصه ما تبقاش حاميه عليها شويه. هنا كده انا شغال، هرجع تاني. خلاص انا شوحت البصلايه مع حبه الثوم وحبه الكمون. هجيب عندي كوبايه الرز بتاعتي وابدا اشوح كويس جدا الرز بتاع العدس. انا الرز عندي نقعه هصفيه على طول وهبدا اشتغل بيه. عندي النهارده 3 انواع رز، رز بلبن ورز للشعريه ورز للكشري. هنا ده البصلايه زي ما انتم شايفين اهي، هجيب عندي عصير الطماطم اخليه ياخد غلوتين، ولسه هنشوف هنعمل فيه ايه اهو كده، وسيبها شويه قلب تقليبه، وهنشوف هنعمل فيها ايه، موضوع الخل وكل حاجه واحده واحده، بس ياخد غلوه واحده ماشي الكلام. هصفي دلوقتي حالا الرز كده، انا هعمل طبق واحد مش كبير، طبق رز او طبق كشري اسكندراني. هجيب كده عندي كوبايه الرز وابدا اقلبها مع البصلايه ومع فص الثوم ومع حبه الكمون، يتشوحوا مع بعض
المرقه بتاعتي جاهزه لكل الحاجات بتاعتي اللي شغال بيها واحده واحده. ده لما يتشوح هكون مجهز عندي كمان حبه عدس اصفر. عدس الاصفر بطبعه هو صغير جدا لان غير العدس بجبه مقسوم على نصين. لو ناخد بالنا نمسك الحبايه دي والحبايه دي هتلاقي الحبايه دي مقسومه نصين اللي هي العدس الاصفر والعدس بجبه الحبايه كامله. عشان كده بنختلف شويه في موضوع اللي ده ليه قشره وده ملوش قشره. ناخد بالنا شويه. طيب هشوح كويس جدا البصلايه مع فص الثوم ومع معلقه الكمون ومع حبه الرز المصري بتاعنا. هبدا انزل عندي كمان بحبه العدس الاصفر. هي الكميه بتبقى اكبر شويه لان هو العدس بيبقى اكبر شويه من الفكره دي. حلو الكلام. يتشوحوا مع بعضيهم ومستني لما اديهم المرقه عندي وحبه الملح بتاعي. دي مقفوله مرزياني شويه هسيبها افتحها براحتي ولكن هرجع تاني لده. هدي الملح وحاطط كموني وتمتم. لما يتشوحوا احس ان هو بقى خلاص خد تسويته في التشويح بالزيت وكمان معلقتين من الزبده عشان الطعام اكتر لان الرز بيحب الزبده. حلو الكلام. وبعد كده هبدا اسيبهم خالص لحد ما يسخنوا واحط عليهم فكره المرقه بتاعتي. طيب هرجع بقى تاني لصلصه الطماطم. صلصه الطماطم احنا حطينا عصير طماطم فقط لا غير مع بصلايه ومع حبه ثوم وكل حاجه. هجيب عندي صلصه طماطم خام اللي هي الغامقه بتاعتنا. صلصه طماطم معلقتين كده مش اكتر من كده. حلو الكلام. وهقلبهم كويس جدا. هسبك صوص طماطم عادي جدا بس هعمل له طشه. الطشه بتاعتي هي اللي هتبقى البطل بتاع ريحه صلصه الطماطم. صلصه الطماطم الكشري لو ما اتعملتش صح ما تتاكلش اصلا. ولو عملتها على اساس ان هي صلصه وخلاص لا يعني بلاش نعمل كده عشان الموضوع مش هيبقى ليه نفس او ليه طعم. هجيب عندي طاسه واحده هطلعك فصل بس هعمل لك الطشه الاول عشان اخلص حاجه حاجه بايدي. حاضر اطشطش اطلعك والنبي يا شيف انت عسل. الله يبارك لك في عيالك يا رب. طيب انا عندي هنا الطاسه دي هعمل الطشه ازاي. معلقه زبده اهي معلقه كده وهديها معلقه زيت تسخن براحتها خالص اهي ونسيبها شغال. انا برده فين الكشري الاسكندراني. البيض المدحرج هو افضل بيض. لسه عم بنيامين اللي واقف ورا الكاميرا ده راجل مصور محترم بس راجل من الاقصر قال لي انت تعمل ازاي البيض المدحرج ده. قلت له هحمره في الطاسه. قال لا انا امي كانت بتحطه في الفرن البلدي بتاع زمان. الفرن البلدي ده هو احلى حاجه كل حاجه على فكره. هو ده الطعم اللي ياخد منه طواجن وطعم تاخد منه اي حاجه مدحرجه ايا كان ايه الموضوع. فاحنا طبعا ما فيش عندنا الكلام الحلو دوت فانا هعملها عندي جايب اربع خمس بيضات اسكان بلدي او ابيض وبسلقهم سلقه كويسه جدا بمعلقه خل. ليه؟ هقول لكم ليه. فكره معلقه الخل دي بتحافظ شويه على نسبه الكالسيوم الموجود في القشره لان قشره البيض هي ليها فايده على فكره بس احنا ما بناكلهاش ومش هينفع ناكلها. واللي يقول لكم كلوا قشره البيض اكيد طبعا ده كلام مش لوجيك ولكن انا بتكلم الفرق ما بين القشره والبياض والصفار. الجزئيه اللي جوه دي هي الكالسيوم الطبيعي اللي هو الكفر الابيض اللي احنا ما بنشوفوش كتير او بنشيله بعد ما بنقشر. ركز معايا ماشي الكلام. طيب هنعمل ايه بقى. سلقت كويس جبت ميه سخنه وحطيت فيها معلقه الخل منها تشيل الزفاره ومنها تعمل تحافظ على فكره ان انا اكون مظبط نفسي في الكالسيوم بتاعي وتمام التمام. هحط هنا عندي المرقه يا شفيق ركز. ادي بساوي عندي كوبايه الرز بكوبايه العدس الاصفر بهاراتي تمام التمام. لما اخلي الامور متساويه اوطي النار ومتشكرين على هذا الاساس. طيب غطي عشان تاخد وقتها. البيض زي ما احنا اتفقنا خلاص وقفنا لحد عنده. هنا عندي الزبده بدات تسيح هوسع دي بدي هودي النار على دي خلاص كده بدات تاخد وقتها. لسه ما حطيناش بهارات ولا اي حاجه. انا البهارات اللي هحطها في الطشه اللي هعملها لحضراتكم دلوقتي هحطها كلها هنا. ليه؟ عشان عايز ريحه قويه والريحه دي هتيجي على نتيجه سخونه. لو حطيتها دلوقتي الطبيعي لو حطيت ليمون او خل على اي حاجه من الحاجتين اللي يفصل مني يبقى حاسس ان انا عايش في بحر وبترول الموضوع مش صح. لا اما يديني ريحه قويه جدا بس بالطشه والطشه هي اساس الموضوع. خدوا بالكم انا عامل هنا حبه صلصه طماطم سايبهم. ليه؟ عايز اعمل شطه تتشرب بجد مع الكشري تبقى ليها طعم كويس قوي بس هعملها مظبوط. ده هياخد وقته وريحه الكمون فيه مش محتاج مني اي حاجه خالص غير الثوم والكمون وبهاراتي اللي هي الملح واخري ممكن فلفل بس مش عايز فلفل. فلفل ليه؟ طيب خليني اعمل طشه عشان شفيق هيعيط مني. هجيب عندي معلقتين ثوم. ركز يا استاذنا عشان اطلعك فاصل. ادي معلقتين الثوم مش عايز اخليهم يتحرقوا. حلو الكلام. معلش سامحني بقى في معلقه الهريسه دي كمان. ماشي الكلام. واحده واحده عليا. حبه كموني دي طشه للكشري. وهجيب عندي كمان حبه الكزبره بتاعتي اهي وكمان حبه شطه
اعمل بقى حاجه صح لما تعملهاش. وابدا اشوح الكلام ده كله كده. ده اللي هينزل على صلصة الطماطم بتاعتي وهيخلي لي ريحه عاليه جدا. نبعد شويه وشنا عشان خاطر الشطه مع النار تبقى سخنه جدا. لسه ما عملناش على فكره الشطه، الشطه بقى دي طشه حلوه جدا معموله بالزبده او بالزيت. هنا اول ما احس ان خلاص بدأوا يتحمصوا شويه اقوم مجهز عندي ايه، حبه الخل اهو. تعالى يا شفيق تعالى، حبه الخل يعملوا كده مش كتير مره واحده عشان ما يخليش النار تبرد. شامم الريحه بقى؟ شامم ولا انا اللي شامم؟ بس انا اللي شامم بس. الله يبارك لك. اهو بص بقى الكلام يا عم شفيق، واحده واحده سقسقلها كده ماشي الكلام. عجبتك السلسله دي؟ ها دي كده في ريحه باينه جدا. صلصه الطماطم عندي بتغلي حلو الكلام. ابدا املح بسم الله، وهعمل كده بقى حاجه حلوه قوي بسم الله اهو. بص يا شفيق ايه رايك في الكلام ده؟ والله يا جماعه هنا كشري باين، هنا كشري. اي حاجه تانية مش كشري على فكره، كل ده كله عادي. بعمل كده وراح اعمل ده كله كده اهو. اطلع فاصل. اهلا بيكم مره تانية مع الأماني. طيب قبل الفاصل كنا احنا مع حضراتكم مع الكشري المصري ومع كمان الكشري الاسكندراني. الكشري الاسكندراني اتاكدنا في الفاصل قال 7-8 دقايق خلاص خلص وخد نسبه تسويته وتمام التمام. فاضل له بس فكره البيض المدحرج زي ما اتكلمنا مع بعض، حبه زبده وببدا اقلب فيه كتير عشان خاطر ما يبقاش يعني شويه ملسوع او حته حلوه وحته وحشه. هقلب كويس جدا وبعد كده هديله حبه كمون واطلعه. هعمل لي يعني طريقه سلطه حلوه جدا وسهله. الصلصه بص يا شفيق خلصانه وتمام التمام. دي صلصه الكشري المصري. انا بس لازم اكون عيني عليه وانا شغال. طيب في عندي حله ثانيه، الحله دي بفكر اعمل فيها يا اما حمص الشام يا اما الرز. خلينا نديه في الرز اللبن احسن. دي كده دي للرز اللبن، وده كده خلاص هديله حبه الكمون عشان ارفعه كده. الكمون بقى لما يتلسع كده مع حبه الزبده اكيد الموضوع بيختلف. هرفع على طول عشان اريح نفسي من اول طبق لحضراتكم ويبقى الموضوع ما فيهوش اي مشكله ان شاء الله. بص يا شفيق الرز هنا، معلش انا دايخ انا مدوخك معايا. بص الرز ده شايف امان معاك ده. تعالى بقى نروح للرز التاني، نرفع بقى البيض اهو بالشكل ده كده، حاجه كده يعني على مزاج حضراتكم. لو تشموا ريحه الكمون في الزبده هتعرفوا ان الكلام صح، او هتصدقوني. انا عارف انتوا بتصدقوني والله مش بشك في كده، ولكن فكره الـ 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 الكمون لما اتلسع ادى ريحه عاليه جدا للبيض ده. خلاص متشكرين مش عايزها. حلو الكلام. طيب هعمل له سلطه حلوه قوي، السلطه بتاعت الاسكندرانيه حلوه يعني. طيب خلينا نركب حاجه الاول ونشتغل عليها. الرز بلبن هو اسهل مما يكون طبعا، ما بسخنوش الحله كتير. اجيب مضرب الاول، بجيب عندي 4 معالق من الرز المصري بتاعنا ونقعهم في ميه بالشكل ده. حلو الكلام. وبكون مجهز عندي الحليب ومجهز عندي كمان القشطه او الكريمه او حسب اللي انا بحبه، وجايب عندي 2 معلقتين من النشا والسكر زي ما حضراتكم شايفين. طيب هتعمل ايه بقى يا سيدي؟ هعمل كده على طول. ادي الرز، المضرب بتاعي شغال. الرز ما فيهوش حاجه خالص غير تقليبتين كده من غير زبده ولا زيت ولا اي حاجه خالص. بنزل عليه بالحليب بسم الله، هيغلي غلوتين هو ده اللي انا عايزه. الرز طبعا منقوع، نقول مثلا كوبايتين ثلاثه من اللبن، اقلبهم كويس قوي كده اهو، وحبه الرز مش كتير، بقلب تمام التمام وسيبه على نار هاديه يغلي غلوه او اتنين. بعد كده ابدا احط عندي القشطه واحط حاجته كلها. طيب ده بالنسبه للرز بلبن، هنشوف هيحصل له ايه. عندي فانيليا وعندي كمان السكر وعندي القشطه وعندي كمان النشا عشان يربط معايا مع الحليب وكمان الكريم اللباني او القشطه. طيب انا عايز اعمل حمص الشام. حمص الشام هو ما فيهوش صعوبه خالص على قد ما هو لعبته في طعمه، يعني الطعم اللي انا عايزه يكون اهم شيء. هستغل حبه صلصه طماطم من دول احطهم عليه، هلعب معاه واحده واحده وهنشوف ايه الاخبار. اول حاجه بجيب عندي كاسرول كده واحط عندي بصلايه مفرومه او مبشوره حسب الموجود. حلو الكلام. وكمان هبدا اشوح ده خلاص خلص ارفعه، وابدا اشوح واحده واحده البصلايه مع حبه زيت صغيرين قوي، الزيت مش كتير، انا عايز بس اديله طعم مش اكتر من كده، ونسيبها شويه. طيب خلينا نعمل فكره السلطه اللي كنا بنتكلم عليها مع حضراتكم ليه، الكشري العدس الاصفر.
السلطه بتاعتي اللي عاملها بالطماطم والفلفل الحار في الكبه مع كمان حبه خل، تحط معلقه هيبقى ليها طعم كويس قوي. بجيب عندي الهاند بلندر بتاعتي، ودي صديقتي في معظم الضربات السريعه، الهاند بلندر ده من براون، على السريع بيخلص لي كل حاجتي اللي انا عايزها. انا هجيب عندي سكينه صغيره وهبدا اشيل منها او اشيل القمع بتاع الطماطم مش عايزه، والفلفل اكيد لو البذر يعني اقدر اشيله ما يشغلنيش. لو عايز احط شطه في ايديا بس استمتع واستطعم بفكره الخلطه. هجيب عندي كده اسهل حاجه في الدنيا، انا بحب دايما اشتغل على نظيف شويه، معلش سامحوني، وبزود في حاجات. ادي الكبه وادي السكين اللي كنت بتكلم عليها، وهات لي الطماطميه دي، شيل القمع مش عايزه، اي حاجه سمراء مش عايزها. بص يا شفيق، دي الطماطم عادي، والهاند بلندر زي ما قلت لكم هو هياخد معايا اللي انا عايزه، مش محتاج اني اقطع كتير. ادي الفلفل الرومي، شيل منه اي حاجه انا مش عايزها، الابيض بالشكل ده كده اسهل حاجه في الدنيا، ماشي الكلام. الحاجات دي معلش لو بتتاكل حرام لما نرميها كده بالشكل ده. قرن الفلفل الحار، شيل منه القمع زي ما هو كامل. وادي عندي بصلايه مفرومه او اي كان البصل، وكمان فصين توم. دي سلطه حلوه جدا لكشري الاسكندراني، بتشوح كويس قوي البصلايه زي ما حضراتكم شايفين. هجيب عندي الهاند بلندر بتاعي وابدا اقفل، بسم الله كده، وابدا اشتغل على طول وانا شغال بشوح. فص توم لحمص الشام، شوح حبه عصير طماطم، ميه طماطم اكتر اهي اللي كانوا باقيين، غير ميه الشط ما تقلقوش. حبه ليمون، حبه خل، لازم يكون كده بالشكل ده، وكمان مش عارف ليه بيبعد عن الملح، انا مش فاهمكم يعني. ماشي، يخشوا في الفصل يروقوا المكان، يروحوا بعدين عني كل حاجه. هجيب عندي حبه ملح وتشكرين، حبه كمون في الاخر كده وتقليبه، ودي سلطه زي التاكوس كده شويه اللي هي الخليجي، تمشي مع اي نوع من انواع الاكلات دي فيها رز شويه. بعمل كده ومتشكرين، ده يبقى معايا كده مع العدس. ده كده الصلصه دي بقت تبقى تمام التمام. هروح جايب عليها حبه من اللي باقيين اللي حطيناهم ده كله هنا اهو، الحمص الشام، ركزوا معايا شويه. واجيب عندي كمان ادي المرقه السخنه اللي عندي او الميه السخنه، وابدا ازود كده اهو، بقى ويعيش حياة. اهم شيء الطشه اللي احنا عملناه الاول مع البصلايه ده كله، وياخد وقته ويعيش حاله. طيب انا عايز اغطي الحله دي وتاخد وقتها. الرز بلبن هرجع له تاني، لازم تكون معلقه نظيفه او المضرب بتاعي اللي اشتغلت بيه ما اعكش بيه الامور، يتقلبوا مع بعض كده زي ما حضراتكم شايفين وانا موطي النار عليه. ماشي الكلام. ايه يا شفيق مالك حاسس بايه؟ دوشك مني حته، قول لي عشان انا اكيد مش شايفك انت عايز ايه مني. ايه اللي مش سامعك؟ استنى بتقول ايه؟ تمام يعني؟ بس انا عارف بعمل حاجات ساعات بتعصبك مني، انا عارف انا عارف. طيب هرجع تاني، بحب شويه كده ما دام لبست شطه وفلفل وطماطم واعمل حاجه ليها علاقه شويه بالحليب او بالكريمات، غير الكلام عشان ما تضمنش الظروف فيها ايه. طيب انا هرجع تاني للرز اللبن، انا خلاص عملت الحمص الشام، ياخد تسويه الصوص بتاعه او الميه بتاعته، وبعد كده احط له الحمص عندي مسلوق اصلا فتمام التمام. طيب هرجع تاني للرز بلبن، ماشي الكلام. ايه انا مش سامعك. ادي الرز بلبن شغال، عشان اربط الرز بلبن ده لازم معلقه النشا، بص كده يا شفيق، ادي معلقه النشا ماشي الكلام، وانا جايب عليها كمان حبه السكر بتوعي هنا كده واقلبهم كويس، وجايب عندي كمان كيسين فانيليا يديني ريحه عاليه جدا، قلب ده كويس قوي كده
بعد كيسين الفانيليا من بتوع كوكس وراح اعمل كده بالشكل ده، يديني ريحه عاليه جدا. واكيد رز اللبن لازم يكون فيه فانيليا. بقلب كويس قوي كل حاجه واحده واحده مع حضراتكم، بدات تتقل معايا. انزل على طول على الحليب، القشطه او الكريمه اللباني خليها في الاواخر. هبدا اقلب كويس قوي وانا النار عندي هاديه كده كده، والرز عندي منقوع فالدنيا امان وزي الفل. قلب كويس جدا وسيبها شويه، او ما احس ان بدا يتقل، وهو ده اللي بيحصل قدام حضراتكم. هبدا هكون شغال واحده واحده. عايز ازود الحليب ازود كمان حليب، مش سامعك. حاضر، ثانيه واحده. هقلب كويس قوي بالشكل ده، الحليب بدا يتقل، خفه اكتر وازود الكميه، والرز كده كده تمام التمام. بقلب وتمام التمام كده، واسيبه شويه خالص ياخد وقته وتمام التمام. طيب انا كده عندي الرز بلبن شغال، حلو الكلام، وكمان عصير طماطم خلص. فاضل عندي الشطه، الشطه هعملها على السريع، بس الشطه لازم تتحمص. فتحميص الشطه ده عايز حاجه من الحاجتين، يا اما الطاسه وتبعد عنها شويه، او يا اما يكون الموضوع يعني بحله وتغطيها عشان تامن حالك ويبقى مفيش اي مشكله خالص من فكره الحاجات الحاره شويه الملسوعه او السبايسز. عامه السبايسز بمعنى كلمه البهارات، البهارات لما بتتحمص عامه بيبقى ريحتها نفاذه جدا، والطبيعي انك انت لازم تبقى في مرحله الخوف على نفسك بعيد شويه من على النار. فده بس المقصود لحضراتكم. هنعمل الشطه حالا دلوقتي مع حضراتكم. كده انا عامل الرز عندي وتمام التمام زي ما حضراتكم شايفين، والمكرونه مسلوقه مش محتاجه مني افتكاسات. العيش ده جايب عيش شامي محمره في زيت خالص عادي جدا، هنشوف ايه اللي هيحصل معاكم دلوقتي. مكرونه وبصل وكمان الحمص الشام. حاضر 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 والله، ماشي الكلام. ادي الحمص شغال يا مدام بوسينه. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ انا اسف جدا. ولا يهمك يا شيخ. اهلا بيك يا مدام بوسينه، اخبارك انت ايه؟ كويسه كل سنه وانت طيبه. والله يا سيف علاء انت بني ادم معانا على طول في البيت، ده شرف ليا والله يا اختي. والله العظيم يا سيف علاء ربنا يعزك على راسي. انت منين يا استاذه بوسينه؟ من الشرقيه حضرتك. اجدع ناس، ده اهلي كلهم في الشرقيه اجدع ناس. ربنا يبارك. اهلا بيك يا مدام بوسينه. من حضرتك طلب، انا عايزه رقم حضرتك الشخصي. رقم حضرتك الشخصي؟ طيب ممكن تسيب رقمك انت الشخصي في الكنترول واحنا نكلمك بعد الهوا حضرتك؟ ماشي يا مدام. ماشي الكلام؟ ماشي يا بشكرك. سيبي رقم تليفونك وانا هكلمك بعد الهوا ان شاء الله. حاضر، تحت امرك. صباح الفل عليك يا بوسينه. تمام، بشكرك جدا يا استاذه بوسينه، وبشكر كل اهل الشرقيه، لان الشرقيه دول يعني اهلي من غير كلام، احلى ناس واجدع ناس الشرقيه والصعايده وكل البلاد كلها اللي حوالينا. طيب انا شغال في رز اللبن ده خلاص. بص يا شفيق كده، تقل اهو يا باشا، وكده ناقص بس ان انا احط له بقى ايه، حبه الفانيليا عملوا شغل عالي مع حبه السكر. انزل عندي بحبه الكريمه اللباني او القشطه، دي قشطه على فكره. انا عايز اكل حبه رز بقى من النهارده بعد الشطه واللعب ده كله. بقلب بالمضرب، انا احسن لي المضرب لاني الموضوع مش عايز معالق كتير. فكره المعلقه هتكلكع، مش هتكلكع، حتى هقعد اقلب كتير في الحله ومد العزله التافلون او السيراميك لما بياخد الومنيوم كتير في تقليف بعضه مش صحي ومش حلو. فخلينا نعمل حاجه مظبوط افضل لنا. ده كده شغال وتمام التمام، سيبه برده يهدى شويه، وبعد كده هبدا احطه عندي في بولات وادخله الفرن. وسع كده شويه على نار ثانيه وتمام التمام. الشطه دي هبدا اعملها دلوقتي قبل ما اطلع الفاصل. ثانيه واحده يا ابو حميد. ماشي الكلام. الشطه كلنا بنروح عند اي عطار وبناخد منه بشطه بتاعتنا بتبقى الحمص الشامي. بص عليه الشطه، اول حاجه انا بحب احمصها شويه في معلقه زيت واحده كده معايا يا شفيق. ماشي الكلام. وكمان بنزل بالشطه على طول. ادي الشطه. ماشي الكلام يا هندسه، خليها بعيد كده عشان ما تقعدش تتعبنا. وانا شغال في الشطه هعمل مع حضراتكم الدقه. الدقه دي هعملها ببوله عشان تبقى واضحه مع حضراتكم وكل حاجه تمام التمام. ادي البوله. الدقه دي بتبقى اهم شيء فيها الثوم والكمون، نبدا بيهم على طول. مضرب، وادي التوم. خلاص شفيق اهت عليا. ادي واحده، ادي اتنين، وادي الليمون. زود بص الليمون ده كله انا مش عايزه اهو. حلو، حط كمان حبه ليمون عشان تبقى ليها طعم كويس قوي، عشان تاخد فزعه الدقه تاخد حبه خل. ماشي الكلام كده. لما كده واحده واحده، يبقى خل وليمون والكمون. فين الكمون؟ ادي الكمون. ادي معلقه، وادي اتنين، معلقتين، قلبهم كويس جدا. حبه شطه مش باينين، اديني التست كده السبايسي. ماشي الكلام. وادي عندي حبه الملح. ماشي الكلام.
بسيط قوي من الكزبره الناشفه، قد الشطه كده، ماشي الكلام، وقلب كويس جدا. دي دقه اي حد في الدنيا ممكن يكون بيعشقها مع الكشري. والشطه بقى هذه تتشوح اهي، شايفها الشطه شايفها بتتشوح بمعلقه الزيت. شفت بقى انا ممكن اقدر اضايقك ازاي؟ شفت بقى انا ممكن اقدر اضايقك ازاي وانت شغال معايا؟ في ثانيه تكون انت هنا الحلقه واخد الحل هنا، هتعمل ايه ساعتها؟ سيبني اخلص الطشه واروحك، هطلعك فاصل، اصبر عليا، بس اخلص دي عشان ما ننساش. دي كده طبعا بتقلب، دي شطه يعني شطه سوداني زي ما بيقولوا يعني. ماشي الكلام؟ تعمل ايه في شطه سوداني دي؟ جايب معلقه صلصه طماطم وعامل كده. حلو الكلام؟ لامم الكلام ده كله بقى. وابعد كده شويه ما تشمهاش واحنا شغالين كده. ادي كده الموضوع شغال واحده واحده. الرز بلبن ده خلصان اهو، هحطه في البولات دلوقتي ندخله التلاجه. هنا كده انت شغال تمام التمام. محتاج ايه بقى يا سيدنا؟ محتاج تروح فصل الكلام ده بسنه خل وفص توم. وابعد ما تشمش عشان هتقعد نفسك تقعد يعني هتتبهدل. كده يا استاذنا ادي الشطه كلكعت من التوم وكمان الخل، راح جايب عندي اللوش واخد حبه من الصلصه اللي انا سبكتها من بدايه الحلقه اللي هي الجميله دي اهي. بص بقى كده يا عم شفيق، وكاسر الامور بحبه على طول. بص ما تستناش، انزل على طول بالميه بتاعتك الدافيه. ماشي الكلام؟ هقلب دول وانا عارف انا هعمل ايه في الفاصل، وبعد الفاصل نواصل. اهلا بيكم مره تانية مع الام هنية. طيب قبل الفاصل كنا احنا يعني مظبطين كل الامور الحمد والشكر لله. خلصنا الاول الرز وغرفناه زي ما حضراتكم شايفين، ده اساسيات الكشري عندي. الرز بلبن بعد ما استوى وبعد ما اتظبط دخلناه التلاجه، المفروض يعني قعد من نصها لحد ما نشف بقى بالشكل ده. عايز احط بقى عليه قرفه، احط عليه جوز الهند، احط عليه زبيب براحتي، بس انا سايبه كده شغل يعني ثابت. طيب صلصه الطماطم جاهزه وتمام التمام، حط منها حبه بره على جنب والباقي هتحطه على الوش. حمص الشام الداء في الفاصل والحمد لله يعني مستواه كويس، ويا رب تقبلوه وتجربوه تقولوا رايكم فيه. هطلع حمص الشام دلوقتي عشان اريح نفسي منه، وبعد كده هخش على اقفل تقفيله الكشري. هجيب عندي اللوش وابدا انزل كده على حمص الشام، بسم الله، واحده واحده عشان طبعا سخن جدا. واهم من حمص الشام دايما احنا بنتعود على الميه بتاعته. الميه هي اساس الموضوع، هي دي اللي بتشرب اكتر. كده كده هات لي بقى الحبه دول عشان عايزه. ماشي الكلام؟ طيب ده يطلع، تعالوا نعمل حاجه كده سريعه عشان ايه نعصر الليمون من غير ما يكون في مشكله معانا. ليمون بلدي هعمل كده وهسيبها بس كده لحضراتكم عشان نفتكرها ما نسقطهاش، بحيث يعني بيني وبينكم الواحد زهق من اكل يوميا، بنعمل اكل في البيت ورمضان داخل علينا. رمضان ده موضوع تاني خالص، موضوع الاكل والشرب. فطبعا اكيد يعني الله يكون في عون حضراتكم فكره الاكل يوميا، فحبه اكل زي دول الموضوع يختلف. معلش هاخد طبق ده ونغرف هناك بقى الكشري براحتنا ونظبط الامور. ادي طبق الرز اللي فيه الشعريه وفيه العدس بجبه. هجيب عندي بقى ايه؟ المكرونه بتاعتي اي نوع انا بحبه. ادي مكرونه الاسباجيتي، وادي المكرونه المقصوصه او الخواتم. يعني ده موجود وده موجود، وادي البصل المحمر. واحدة واحدة بقى نعمل احنا عايزين نعمله. نجيب الأول بسم الله كده المكرونة كده ونعمل كده. يعني على فكرة احنا ممكن والله ما بهزرش من ضمن أكلاتنا تكون عزومتنا مكرونة، يعني كشري والجو ده، مش شرط يكون كله لحمة وفراخ يعني. فده يعني لو حبينا نعمل كده مش هيبقى شكلنا وحش لو عملنا عزومتنا على طبق كشري، والله ما بهزرش. يعني مش شرط يكون كله فيه لحمة وفيه ديك رومي وحمام ومش عارف إيه، فلا قشطة يعني. ارص كده حبه المكرونه بتوعي والعب بمزاجي خالص، واللي نفسي فيها اعمله. ده كشري في الاول وفي الاخر، اي حد يخش المطبخ يعمله ما فيهوش حاجه. بس سامعك؟ حاضر. ماشي الكلام. انا رصيت عندي المكرونه بشكل عادي جدا، مش عايز ازود الامور. وعندي كمان البصل كده، نجيب حبه هنا كده على اول الطبق وحبه
في اخر الطبق. انا ليه بعمل الحاجات دي ده بحضراتكم؟ والله ما بهزرش، لان في ناس ليها مزاج تعمل زي حالاتي فيبقى الافكار برضو موجوده. حبه الحمص دول، الحبه السوداني دول، السوداني وحمص، ايه اللي انا بقوله ده؟ وانا واقف في مقله ولا ايه؟ مش فاهم. ما علينا، حبه العدس هيتزلوا مع حبه الحمص كده مسلوقين كلهم مع بعضيهم. اقلبهم تقليبه كده حلوه من غير ما اطبخ ولا اي حاجه، وابدا هعمل كده. ادي حبه الحمص بالسوداني، السوداني ماشي الكلام ده كده على الوش. دول كمالات. وهات حبه البصل المحمص، وده اهم شيء، البصل المحمص ده او المتحمص على الوش كده. وادي حبه الحمص والعدس. نجيب الباقيين دول كمان عشان خساره. كده انا واقف على فقط لغير صلصه الطماطم. تعالوا نودي الطبق ده ونقدمه لحضراتكم ونحط عليه الصلصه على الوش وعلى الجنب. ادي الحمص، مش عارف ليه قفشه معايا. حمص حمص حمص. ما علينا، مش هناخد حبه صلصه طماطم من اللي فيهم الخل والطشه اللي عملناها مع حضراتكم في بوله كده حلوه، عشان دول يبقوا زياده، لو حبينا نزود نبقى تمام التمام. اهو كده، ادي قدامها اهي، ودي بتاعه ده. وهنجيب دول ونعمل كده. عايز اقول لكم ان الكشري ده من اوائل الناس النهارده اسمع كل واحد في الفصل يقول لي انا حاجز كماله، اصل انا حاجز طبق بخمسه، وفي اللي يقول لي انا حاجز كيس بنص يعني، وفي اللي يقول لك معاك عيش. خدوا بالكم الحاجات دي كلها مش بهزار والله، الحاجات دي احنا دايما كنا زمان. انا بتكلم عن نفسي، انا هتكلم عن نفسي انا شخصيا. زمان ايام المدرسه كنا نطلع المدرسه ولو كان في محل كشري قريب من المنطقه بنروح له، فنروح ناكل كشري زي اي حد في الدنيا. فكان في تو اوبشن اللي كنت بتكلم عليهم من شويه اول الحلقه. الحال الاول ان تقعد تاخد طبق بجنيه وتبقى برنس قاعد جوه في الطبق بالطبق بتاعك قاعد جوه في المحل، بس كنت بتتهري من الشطه فالحر كاتم. الاوبشن الثاني هو ان تاخده في كيس، تاخد طبق الكشري بتاعك في كيس. ده كان يعني موضوع كبير جدا، فكنت انا بصراحه ربنا اشوف الناس تعمل كده فكنت بعمل زيهم. انا صريح، وكان ليه طعم ومش هنساه، يعني مش هنسى الكشري اللي انا اكلته قبل كده في حياتي في كيس، مش هنساه، هو عصير القصب من مصروفي، مش هنساه. وشفت في مره قدام عينيا كتير بس انا ما جربتهاش للاسف، بس جربتها في بيتنا، اللي يحط في شقه عيش بلدي، يعني يحط الكشري في العيش. انا شفتها بعيني ما عرفتش اكلها في الشارع، بس اكلتها في بيتنا ورحت قلت لامي انا عايز اكل كشري في شقه عيش. ايه الفكره في كده؟ قلت لها انا شفت الناس بياكلوا كده، كان ده كنت انا في البدايه يعني وفاكر لحد دلوقتي. اما الكيس لا، جبت الكيس وكلته، وكلت معاه كمان اللي بعد منه حليت بربع عصير قصب، كانت كوبايه بربع جنيه ساعتها او بربع جنيه، فكان ليها طعم. انت مالك يا شرفي؟ انت ما عملتش كده، انا عملت كده، غيران مني؟ طيب خلينا احط لك اخر حاجه. طيب فده حاجات دي جميله، ويمكن كمان انا ده حصل لي بجد، انا ما بتكسفش على فكره خالص، فكره ان انا اكل هنا او هاكل هنا، كل واحد فينا وبطبيعته. انا برضو من الناس اللي وقفت على عربيه الحمص الشام، مش هشرب حمص الشام. انا شفت الناس بتشرب حمص الشام وشربته كتير على الكباري وهنا وهنا وخلصت، بس انا كنت بروح مكان وبشوف ناس قدامي، ناس على باب الله وناس محترمين جدا، فكان بيجيبوا معاهم عيش، او هو الراجل كان بيبيع عيش، فكان يديك السلطانيه بنص جنيه. والله هذا حصل وافكر كويس جدا، سلطانيه حمص الشام وتقطع فيها العيش وتاكل فتت حمص الشام، وانا اكلتها. والله يا جماعه الكلام ده اللي ينساه واللي ينسى الحاجات الحلوه دي مش هيفتكر حاجه جايه ولا هيفتكر حاجه راحت. واللي واحد مننا بينسى اصول لنفسه ملوش مستقبل وملوش حاضر. فهي الفكره كلها لما تستمتع بالايام دي، ملهاش علاقه غني ولا فقير، ابن ناس وابن مش ناس، الكلام ده كله للناس اللي هي ما بتقتنعش بحياتها. احنا كمصريين لينا اصول ولينا عادات وتقاليد، زي اللي بيقف على عربيه كشري عربيه فول بياكل لحد دلوقتي، انا بعمل كده. الحاجات دي لها طعم، ومن غير الحاجات دي ملهاش صنف طعم ولا لازمه ولا تبقى لمه. المقصود ان الاكل دايما بيلم الناس، والافضل انك انت تروح للناس وتاكل معاهم، ان ممكن حد يخجل يجي لك البيت. هي دي المقصود، ولازم نعيش بطبيعتنا لان احنا ولاد بلد بالعربي في الاخر كده. طيب العيش ده بقى في المحلات على فكره، عيش شامي ساده حطيته في الزيت اتحمر. والله ما انا محمد اللي واقف على الكاميرا ده هو اللي عمله في زيت متحمر واتحمر في العيش، بيتباع في المحلات يعني، بيتاكل برده مع الكشري. هي دي كانت اكلتنا يا اخوانا، ومفيش كلام احلى من اللي انا قلته لحضراتكم. وانا بتكلم معاكم وبحكي لكم قصه الكشري والكيس والعيش، انا مبهور من نفسي، مش مبسوط من نفسي اكيد، بس مبسوط ان انا افتكرت الكلام ده. السلام عليكم.